هنقول بقى مقادير اول وصفه. معانا الصدر الرومي المشوي، معانا طبعا صدر رومي حلو كده متربط، وهو كده كده الجزار او الفرارجي بيربطه، او لو هتشتريه من السوبر ماركت بيبقى كده كده متربط بالدباره بتاعته دي ومتكتف حلو زي الفل. محتاجين نتبله بقى، نتبله بايه؟ ملح، فلفل اسود، معلقه كبيره حلوه كده من المستردة، معايا كمان معلقتين من الصويا صوص، تمام، معلقتين صغيرين يعني، معلقتين كبار بقى من السمنه، علشان لازم ندي الصدر الرومي ده تقليبه كده في السمنه على النار، سمنه مع زيت وورق لورا، مستكه، حبهان، ممكن نحط كمان راس ثوم نقسمها نصين كده تنزل طعم الثوم وقت ايه تشويح الصدر الرومي ده قبل ما ندخله الفرن. مدة تسويته في الفرن ليها علاقة بوزنه، الحاجات الكبيرة دي اللي بنبقى مش عارفين هي هتاخد وقت قد ايه، على قد وزنه هياخد وقت في الفرن. فانت بعد ما نعمله التتبيلة ونديله صدمة على النار بنحطه في صينية ونغطيه بالألمنيوم فويل وبندخله الفرن. ممكن نحط معاه بقى شوية خضار، معانا جزر، معانا بصل، معانا كرفس، معانا فلفل حامي، ممكن تحطوا فلفل ألوان، ممكن تحطوا كمان بطاطس، زي ما انتوا عايزين تقدروا تضيفوا، مفيش مشكلة خالص، بيطلع خطير ان شاء الله يا رب يعجبكم. انا عايزة اجيب بقى ايه، اجيب ده الطاجن ده، بس انا عايزه ايه انضفه عشان لو في اي ميه ولا حاجه نشيلها كده ننشفه، تمام، علشان اعمل فيه التتبيله بتاعه العرق الفظيع ده الرومي. حطيت هنا كده الصويا صوص، هنحط كمان المستردة اهو، هنحط كمان الملح والفلفل، فلفل، ملح، وين ايه نقلب التتبيله الحلوه دي اللي هنحط فيها ايه صدر الرومي كده اهو، صويا صوص، مستردة، وملح وفلفل كده، بس كده. هاخد بقى ايه الصدر الرومي الحلو ده المتربط اللي زي الفل، وهن ايه بقى نحطه في التتبيله بالشكل ده، نتبله حلو جدا من كل الجهات. ويا سلام بقى لو قعد في التتبيله شويه كده حلوين، يا سلام، هيبقى طبعا النتيجه افضل بكتير، عشان يشرب شويه منها هيبقى معاكي احلى والطف جدا جدا كده. هي دي بس كده التتبيله الخطيره بتاعه الصدر الرومي. هنيجي بقى على النار، انا بحب دايما اديله لسعه كده على النار قبل ما ادخله الفرن، فهنحط بقى سمنه وزيت وزي ما اتفقنا ورق لورا، حبهان، معانا كمان مستكه، تومه، راس توم كده، او تحطوا توم صحيح، بلاش التوم يكون شرايح او حاجه عشان ما يتلسعش او يتحرق منكم، فاحنا محتاجين يا اما نحط راس توم مقسومه نصين، او نحط الثوم كبير صحيح كده نرميه وقت التحمير ويدخل مع العرق الفرن برضو يتشوي، بيبقى حلو جدا. فانا ايه بقى هناخد السمنه نحطها هنا كده في الصينيه الحلوه دي، ونحط كمان زيت كده كده، سمنه وزيت، وناخد بقى ايه الصدر الرومي الحلو ده ونحطه كده اهو، نرمي بقى معاه الحبهان، ورق اللورا، مستكه، ومعانا الثوم اللي انا قلت لكم عليه. نجيب بس كده ايه سكينة وإيه نص راس تومة كده معاها أهو، عايزينه كده إيه ياخد لون حلو ويتشوح ويبقى خطير. ثوم، ملح،
ريحته فظيعه، خطير. انا بجيب صينيه الفرن بقى الحلوه دي، بعد ما ياخد لون محترم كده وظريف خلاص هنشيله على طول ونحطه على الصينيه اللي احنا ناويين ندخله فيها الفرن. هاخد معايا ايه نص راس الثوم الحلوه دي هنا كده، شويه الثوم ده هنا كده معاهم، كده اهو. ومعانا بقى زي ما اتفقنا ايه خضار بقى هنحطه كده حوالين ايه الصدر الرومي الحلو ده. معانا بصل، معانا كرات، معانا جزر، بس كده الكلام الخطير ده. هرش عليه ملح وفلفل على الخضار كده، ملح وفلفل، هياخد له تقريبا ساعة في الفرن. هو الصدر دوت تقريبا وزنه كيلو او اقل، حتى شوية من كيلو يعني، فهياخد تقريبا ساعة في الفرن او اقل شوية، وهنغطيه بالالمنيوم فويل في الرف اللي في النص. هنبتدي الاول بدرجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة، وبعدين نقلل درجة الحرارة ل 180 لمدة نص ساعة، هي كده تقريبا ساعة الا ربع. لو عايزين نكمله لساعة لو هو وزنه ساعة، يبقى ساعة الا ربع على درجة حرارة 180، واول ربع ساعة هي على درجة حرارة 200، ويكون الفرن طبعا سخن جدا ومتغطي بالالمنيوم فويل. هتلاقيه استوى معاكي وبقى ظريف. الخضار ده بقى تاخديه كده هتلاقيه اتشوى بقى ويجنن. ممكن نحط له برضو ايه شوية زيت كده على الخضار كده يساعده ان هو ايه يتشوي، بس كده هيتشوي معاكي وهياخد لون حلو جدا. ولازم بقى بعد ما يستوي العرق تسيبيه يهدى ويبرد علشان تعرفي تقطعيه بالسكينه، فبقى متقطع معاكي شرايح من صدر الرومي بالهنا والشفا بقى، تاكلوها خطيره. احنا عاملين طبعا واحد هناك اهو رائع، وريحته تجنن وطعمه فظيع. اعملوه يا جماعه في البيت احلى بكتير ما تجيبوه من بره. انا عايزاكم تجربوه زي ما انا عملته كده وتقولوا لي ايه رايكم، ان شاء الله يعجبكم.